كيفاش الدراري؟ يعني تتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. هاد لا فيديو كيف ما قلت لكم ان شاء الله غادي يكون على التير ليست ديال دي يوتيوبر اللي ما معروفينش وداروا فيديو سيت اب ديالهم، وبطبيعة الحال غادي نديروهم في التير ليست كيف ما قلت لكم، وكيف ما تشوفوا مرتبينهم سوبر تفرقعة. شي حاجة السيت اب من جميع النواحي، الكيبل مانجمنت، الديكور ديال الروم، سبيكس ديال بي سي، لي زيكرون، خاص يكون كلشي بيرفكت ديال بصح باش يتحط في هذيك سوبر تفرقعة. زبيدة عنده دي سبيكس مفرقعين، ولكن اللوك المظهر ديال الفايبس ديال الروم ديال ما معتانيش بيه، يعني ما مسوقش بيه فيتحط في هذيك زبيدة. بالنسبة للمحزوق عليه كما نقولوا ديزاين ديال الروم ديالو مزيان، سبيكس ما بيهمش كتحط في هذيك الكاتيجوري. تحت الحزقه سبيكس عيانين، نو كيبل مانجمنت، ما كاين حتى شي حاجه، ما مهتم فريمون، ما مهتم حتى شي حاجه، يعني ما عندوش كاع نهائيا باشن، كاين انه صايب واحد الفايبس ديال هذاك الروم اللي كلشي تحلم بها. اي زبيله حل الشر ملوح. هي من الاخر شي سيت اب، اصلا ماشي سيت اب، يعني شي حاجه فهمتي ديال الجينيريشن القديمه، بنتيوم ولا شي حاجه ما بقاتش صالحه في 2023. فيا هنايا حاولت نجيب الماكسيموم اللي عرفت اللي شفتهم انايا وكلاسيتهم هنايا. وعندنا اول واحد اللي هو ياسين كيلر، وبطبيعه الحال قبل ما نحطو حتى شي واحد في شي كاتيجوري خصنا نمشيو نشوفو السيت اب ديالو عاد نحكمو عليه. وبطبيعة الحال دابا غنمشيو نشوفو السيت اب ديال ياسين كيلر ونعاودو نرجعو نشوفو فين غادي نحطوه. هذا هو السيت اب ديال ياسين كيلر، لاتي نوقفو الفيديو باش نشوفو اكثر. عندو لوكاس كيف ما تشوفو تما في جنب، بان لي البيرو صغير، البيرو ما جاش تقريبا صغير البيرو صراحه، دار هذاك الليد عيان، عطاش ديكور مع فيه هذوك البويلات صغيورين. هانتوما شوفوا الديكوريشن ديال هذاك الديكوراسيون ديال هذاك الليت فاش ديرو عيانا، فهمتي موفيز افير انكم ديرو لانه بولاتو صغار و متعطيش هذاك الديزاين اللي نتا تكون باغي. عنده الطابي ار جي بي مزيان، كلافي شينوا سوري معرفتش، وقيلا من معرفتش الماركة ديالها، وقيلا مارفو ولا كورسير، وقيلا عند هذيك اللوغو ديال كورسير. المايك وقيلا الكلاود شي حاجة، ما يعرف هايبر اكس، وقيلا هايبر اكس شي حاجة جو بونس، وقيلا هايبر اكس. عندو واحد البيسي بورتابل تما في الجنب، البيرو صغير خاشي فيه كلشي، خاشي فيه البيسي، بيرو، بيسي بورتابل، ليكخون، ليكخون بالك ليا ماشي كيرف مابا، كيما كاينش الكيبل مانجمنت ما مسوقش نهائيا، الديزاين ديال الروم والفايب ديال الروم ديالو. فاش غادي نقول لهاد الخي، فاش غادي نقول ليه، فاش نقول ياسين كيرور، زيدو نشوفو، زيدو نشوفو، ما نظلموش، زيدو نشوفو. كرسي جيمر، كرسي بارمان، هذا مع هذا. اخوتي هنا كملنا كل شيء وكملت البلاصه الثانيه في اوكي المغرب. زيد حتى من فاكين سيطع ماي برادر. الحمق، وكتبدل على حسب، لو كنت تبدل كنت قوز بزاف او تمشي على راسك. اعوذ بالله من الشيطان. الجيران شوية غادي يوليو يشوفو نشارجي بالصالون بي اس ابونا في الموقع الازرق. اني بطل احسن حاجة، احسن حاجة من الازرق يعني زوين. اوكي كنت جيران ماشي صاحب جيران، المهم كاين انا عم نسال انا لا ابعث لي فان دوك اخوتي هو يخلي اللون الازرق. كرسي ما بيش ما بيش ما بيش كرسي اوكي كيف تكسر وقالة؟ لا 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 المهم قال من ريزر، لا مو حاجة جا ريزر. اخوتي خاصني نتعلم اول حاجة نلعب بالبي سي ولا بالبي سي.
كاين اللي غبش عليه بعد فتهمت السيت من اوف هذا هو ديالو، يعني السيتاب ديالو خاصة صافي الان واحد درت تاع فيه. شوف سميتو. هكا كتب احسن. فوالا هذا هو السيتاب ديال ياسين كيلر، خاشي فيه كلشي، دير فيه الكيبر مانجمنت وصوخت ليه. والمشكلة غير هادشي كامل، انت مالك يا ابني باش تلعب فيه فاير. مالك يا اخي، شوف كنت غتلعب فيه فاير، شري تليفون وهدني الشعب، ماشي احسن كسك غتلعب فيه فاير بكل ما كاين لا لايف ما والو، تلعب مرتاح بيسي والتمريكية بلا ما تلعب فري فاير بلا ما تعدل. فوالا هذا هو السيت اب ديال ياسين كيلر، ما شاء الله عليه، الله يبارك ليه في السيت اب، ونتمنوا ليه انه يابجريدي السيت اب ديالو ان شاء الله في الاحسن، ونرجعوا للتير ليست ديالنا ان شاء الله باش نشوفوا فين نحطو. بعد ما شفنا السيت اب ديالو، ما عندوش تخوا ديال لي زيكرو، عنده ايكرو وحده، كيبل مانجمنت والو، سبيكس والو. فانا قاصح شويه في الحكم ديالي، هنا انا شويه قاصح، تقول قاصح احسن من كذاب، فبالرجوله غيتحط في تحت الحظر. هذه الكاتيجوري اللي بالنسبه ليا تيبان ليا يستحق. شوف خصو حتى الا بغا دابا بغيت نحمل فيه زعما ونحطو زعما الفوق في محزوقه عليه، ولكن ما يستحقش يكون في محزوقه عليه، خصو يكون تحت الحظر. علاش؟ لانه حتى الا بغا ابغريدي خصو ابغريدي بيسي كامل، ابغريدي المضربوط والبروسيسور وكل شيء تقريبا، خصو ابغريدي، وعاد الروم ديالو خصو يسكت فيها شويه. فداك الشيء علاش فتحت الحزقه هي احسن كاتيجوري غيتحط فيها، وغنمشيو لليوتيوبر الاخر اللي هو ياكو تي في. ياكو سميه، المهم هو مسمي راسو هكا. فغادي نمشيو بطبيعة الحال نشوفو السيت اب ديالو تا هويا، ونشوفو فين لا كاتيجوري غيتحط. يلا نمشيو، هذا هو السيت اب ديال ياكو تي في، دابا غادي نشوفو معاكم. عندو بين 800 وقيلا، بين 800. الو 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 مسيو، عفاك خلينا نشوف اوفر فيو السيت اب ديالك. الله يجزيك بخير. الفيزا عندو، تلفيزا تلفيزا الدراري عندو، تلفيزا تقصر فيها. المهم قضية غرض، المهم هي انها قضية غرض. عندو لا لاحظتو في الجنب ليه، بغيت نوقف ليه جيب هنايا. بلاش بلاش نعلم ليكم، خصني نعلم ليكم نتوما تكونوش متبعين معايا، ماشي خصني نعلم ليكم داكشي علاش غنديرو لهاديك اللعبة هاكا. هو الشي هذا هذا، بلاش بلاش ماشي، واو هو الشي، هو البيسي ديالو اللي هو اصلا بيسي بورتابل. فهو بيسي بورتابل يعني سوري، بس بورتابل ودارو بس بيه. شوف المهم خليها تخرج، هذا هو المهم، هذا هو الساس. بس بورتابل شرا تلفزيون، انستالا في جاب ايك اسمو مايك بين 800 بين 800 الى وقع. المهم انا نشوف سبيكس، سبيكس ديال من بعد. فالصراحة ماشي شي حاجة، بان لي السوفت بوكس هنايا اللي كما تشوفو هنايا، سوفت بوكس ولا شارجر، سوفت بوكس هذا، يا اما انا عوري يا اما هذا سوفت بوكس. لا لا سوفت بوكس هذا تاعو الشارجر دايرو بحال داير بحالك يمكن. المهم سوفت بوكس زيد واو، لا ويب كام الدراري، لا ويب كام كاينش. المهم عندي الكريطين، ها انتوما لا ويب كام، شوفوا لا ويب كام هي هادي. السوفت بوكس لا، انا ما متفقش مع هاد القضية هادي الدراري. ستريمينغ واخا ما يكونش عندك سوفت بوكس، خاص يكون عندك بيش. المهم هو البيزي. كونيكسيون بليز، كونيكسيون فيبر الله يخليكم، ولا اقل من الفيبر بواحد شويه.
ماشي اتصالات، اتصالات موفيز افير تبقى تقطع واحد ميلي سيكند، وديك ميلي سيكند تقصر عزك الماء غالبا اورانج. انا حتى لك غادي ندخل فيبر غالبا غنمشي مع اورانج. تحية واو، جوج ديال لي سوفت بوكس الدري حتى كون بعتي هادوك وشريتي شي بي سي بي راسك. وات عندو بي سي بيرو وات ذا فاك. والله تصحاب لي انا غير بي سي بورتابل شدو دارو بي سي بي على حساب زعما اصطرا في اكرو مريضنا ما عندو بس ساعة. هو اصلا عندو بي سي بيرو فيا جود جود مزيان مزيان. داكشي لوز صراحة لوز، ولكن خصنا نشوفو مغالب ما يكونش. شوف بحال 1660 هادي بإكس إف آر وطالع، ولا 1660 من زوطا. 1660 سوبر هي ام اس جي تي اكس 1070 تي اي. 1070 تي اي صافي. بروسيسور ديال اي ام زلكس 3600. لا كارت مير لي كومباتيبل مع الرايزن اللي هي الام اس اي MSI. اوه تقول MSI 650 واط رام اللي هما الباليستي 6 جيجا والSSD 120 جيجا. عندو شنو الواتر كولين؟ عندو هذاك الفلتر اللي تجي مع البروسيسور. المهم سير 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 كيف بواتي بواتي سيف مقسوم على جوج. واش راسنا دار لي اس بي؟ ها؟ ها؟ ما فهمتش شنو قلتي. المهم اسير كمل. اه وي صراحة ما صاري هادي عندك معاها كاين كاين متفق معاك فيها. كيما قال كاينه كاينه صافي تنظن انا هذا هو البي سي غنبقى هنايا صافي هذا هو السيت اب ديالي. نمشيو للتيرليست نرجعو للتيرليست. هنا شفنا السيت اب ديالي ياكو تي في ياكو تي في تي في لا ياكو تي في ياكو. المهم نتمنى ما نكونش غلطت في السيت. شادي نقول عندو تا هو مونيتور، ماشي تا مونيتور، عندو تلفزيون وقال 24 بوص. الروم عطيني روم ترى واحد الكولوار وقال دار فيه السيطة. يا ربي تسمع عليا ساري انا من بنادم ومبداو جمعو الحسنة جمعو. المهم هو المهم يا ربي تسمع عليا. المهم واحد البلايص دار فيها السيت اب. واحد البلايص دار فيها السيت اب عندو بي سي بورتابل او ميم طو بي سي بيرو زائد تلفزيون. سبيكس يعني دابا خصو يابغريدي، الا بغا يابغريدي خصو يابغريدي كلشي. شنو اخر؟ الروم والكيبل مانجمنت والو. فتنظن انه غيتحط مع شيرو. ما بغيت غيتحط مع شيرو لانه حتى هو خصو ابكريدي بزاف حيت خسر فلوس عام في لي سوفت بوكس. كون بعتي هذوك لي سوفت بوكس ما ابكريديش شي حاجه عسلك. بطبيعه الحال غادي نحطو في تحت الحزق. هادي احسن بلاصه بالنسبه لهذاك السيتاب المتواضع اللي عنده. فوالا دي الكاتيجوري اللي غتناسب. عاوتاني كاين عندنا واحد نيكس فيزيتور او لا كونديدا المشارك الاخر
اللي هو ايم غريزلي. هو ستريمر و تيستريم في واحد البلاتفورم نسيت على سميتها، وقال تروفو الا بقيت عاقل على السميه ديالها. فيا اللي بغى شي واحد يمشي تشيكي راه نخلي لكم. المهم هادو كاع اللي تندروا عليهم رياكشن للدراري، نخلي لكم لي فيديو اللي شفتهم دابا اللي شفتو معايا في ديسكريبسيون، ميم طون لا شين يوتيوب ديال كل يوتيوبر كيف ما تشوفوا اللي مشاركين هنا في التير ليست، لي يمكن تمشيو تشوفوا الكونتنت ديالهم ولا عجبكم تبداو تتابعوهم طبيعي. وي دابا غنمشيو نشوفوا سيت اب ديال ام غريزلي اللي لاحو مؤخرا لي اكشلي ما بينش فيه بزاف. هو اصلا دارو في ستريم، بين التجميعه ديالو في ستريم، يعني ما الروم شفتو شفنا الدب ديالنا اللي هو ام غريزلي الدب شفناه كاين في ستريم، دور واحد المومنت دور الكاميرا عنده. فغادي نمشيو نشوفوا السيت اب، نمشيو نشوفوا السيت اب، نمشيو نشوفوا السيت اب. شوف كلشي على الانترو، الانترو الدراري البرمه. الشريحه البسبعات سمع هاد الانترو هذا ميمكنش. المهم كما تنشوفو ار تي اكس 4070 تي اي الواتر كولين من كولر ماستر رايزن 9 وقال 5900 اكس نفس البروسيسور اللي باغي نشري. دوزنا الباور سبلاي اللي حفتك شحال 850 جولد وقال جولد ماشي بلاتينيوم. المهم جولد اوكي ليس اس تي 1 تيرا زيد لا ان ام في ام 1 تيرا وعاد الاس اس تي من بعد زيد عاد بي 550 اوراس اليت في 2 دايزه ماشي مشكل مادر بورد ماشي شي حاجه ما تتهمش المادر بورد انا المهم انا مزيانه تاع هاد البي 550 فكما تشوفوا انا كاينين الناس اللي تعاونوه بطبيعه الحال تعاونوه تيركبوا ليه بي سي زيد حنا ما تهمناش هادشي. اللي باغي يشوف الفيديو راه خلي لكم في الديسكريبسيون مشي يشوفوا كامل. تلج وليدي تلج وليدي ترى راسك اللي تلج الدب ديالنا الدراري شوف الدب ماشي انا اللي تعيط لي الدب راه هو اللي تعيط على راسو الدب انا تبي انا صح انا ما عارف الانجليزي اللي راه غير هاد الفيديو هادي هي باش عرفتو عنه فيديو ديال السيت اب. حيت انا اي واحد تيدير فيديو ديال السيت اب غتلقاني تنشوف الفيديو اوتوماتيك انا الوحش 40 70 تي اي. المهم حنا الفاينل ريزولت ماي براذر. شوف هو من ناحيه الروم ديالو نحاول فهمتي الروم ديالو لا لاحظتو ما يبانت لي واحد ناموسي هنا في الاول ما في منعوض الرعد ما معتنيش بالروم ديالو انا عارف ما يكون. شوف ما مسوقش الروم ما تا الصباغه انتم تشوفوا الصباغه ديال البيت ديالو دير واحد الطابلو خفيف ظريف ما دير واحد الكليسه هنايا. شوف غالبا تكون عنده الروينه في الكوزينه عنده في ذاك البيت الروينه في الكوزينه غادي تكون ليكرون شرا ايكرون ثاني هنا يعني يكون عنده ديجا ايكرون فا وي غيكون عنده وقال ديجا ايكرون غيكون واللي عنده غيكون دابا عنده دوبل بيسي عنده بيسي دابا اللي ستريم بي وهاد البيسي هذا اللي دار الابغريد وعنده ايكرون يعني يكون عنده جوج ديال لي زيكرون وجوج ديال لي بيسي مي سبيس والديزاين ديال الروم محزوق عليها
مهزوق عليها ميست بيكس. هاد البيس الاخراني ناضي، البيس الاخراني سبيكس ديالو زوينين، مي داكشي اللي باقي ما دار فيها ما يصلح. كلشي جرين لاين، شوف جرين لاين جرين لاين جرين لاين، شوف جرين لاين جرين لاين. المهم تحياتي، هو هذاك البي سي 5، فهذا هو الوحش البواتي من كوغر و ذاتس ات. تعجبونيش هاد البواتي هادي بالروج، حامضين سمح لي اخي غريز الاول، كان حامضين هاد البواتي هادي اللي شريتها. المهم كله شنو تعجبو، انا المهم ما تعجبنيش هاد الشكل، ما تعجبونيش الديزاين ديال هاد البواتي هادي. ف نمشيو نشوفو فين نحطو عين غريزلي، نمشيو نشوفو فين السيت اب ديال غريزلي. هو ابغريدا ولكن الروم ديالو مرونه، يعني الروينه عنده تما، ما مهتمش بالديزاين ديال الروم ديالو. الكيبل مانجمنت ما يكونش دايرو غالبية الاحيان، ما غيكون عنده انا التوقعات ديالي، مازال ما عندي حتى شي فكرة على واش عنده دابا الدوبل سيت اب، دوبل بيسي تاع انا يا ربي ودوبل ايكرون ولا لا. المهم انا عامل لي سنتيج وصافي، ملي شفت وصافي. مي ايم غريزلي بسبب ان الجميع ديالو ابغريدا ولا عنده جميع ديالو زوينه مؤخرا. جميع ديالو مزيانه، فغادي نحطوه فغادي نحطوه في وي محزوق عادي، محزوق عادي بلا ديال الكاتيجوري اللي يستاهل، محزوق عادي شوية. هو شوية احسن من السيت ابات الاخر اللي كنا شفناهم في الاول. فيا شوف، هو بغيت نحطو في زبيدة باش ما يجيش الجوع، الدب ديالنا ما يجيش الجوع، ولكن كرهت شي كاتيجوري تكون هكا زعما فيها الدريجة، زعما راه طالع زبيدة ولكن ما كايناش، يعني غادي نحطوه في محزوق عليه. صافي هذاك هو البلاصه اللي بانت ليا مزيانه بالنسبه للسيت اب اللي شفت، بالنسبه للسيت اب اللي شفت. دوزو اليوتيوبر تاني السيت اب اللي كان، صراحه عييت الداك عييت باش ما يجيش الفيديو طويل، حتى نتوما باش ما تملوش معايا وما يجيش الفيديو طويل. غادي نحبسو هنايا، والبارتي الثانية ان شاء الله تسناوها ان شاء الله غتكون قريب قريب قريب، ما غاديش نتعطل غالبا، ما غاديش نتعطل الا لك تنجي بعض المرات، ماشي ديما ديما تنجي انا فين عمر ما جيت تعيا. المهم البارت 2 غادي تكون وقتاش ما عرفت وقتاش، باش ما نعطيكمش شي ضغط انا ما قادش عليها. فالمهم غتكون البارت 2، هادو هما لي كاتيجوري دابا لي تكلاساو، باقي معنا جوج اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود ديال اليوتيوبر اللي ما معروفينش، اللي باقيين تيتسناو الكلاسمو ديالو. وهادشي اللي كاين، نتمنى ان الفيديو يعجبكم، ما تنساوش تحطوا الكومونتير قولي كي جاكم الفيديو، شنو تبغوني نابغريد في الفيديوهات. شوف المونتاج انا عارفو مضعضع شي شويه، ولكن المهم هادشي اللي عطا الله الدراري قبلوا عليا. كان معكم سوكس، نشوفكم فيديو جديد.